الرئيس الإيراني يتحدث عن مبادئ تفادي الحرب، وواشنطن تصدق أن إيران سترد. إسرائيل تعلن اغتيال ضابط من حزب الله كان مسؤولاً عن الصواريخ المضادة للدروع. بعد إسقاط القوات الأمريكية صاروخين ومسيرة حوثية، انفجارات في تعز ولحج بالقرب من باب المندب. سيول الأمطار تجتاح مناطق الساحل الغربي لليمن وتقتل 45 يمني في حجة والحديدة. أهلا بكم من جديد إلى ساعتنا الثانية. انضاف إلينا في عادتنا في هذا التوقيت في الجزء الثاني من هذه الساعة الشأن اليمني، لكن دعونا نبدأ من تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للحدث أن واشنطن تصدق ما تقوله طهران بأنها سترد على اغتيال إسماعيل هنية، فيما أكد أنه لم يتم قبول صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل لأن أي من الطرفين لم يوقع عليها، لكنه أشار إلى وجود اقتراح وصفه بالجيد لوقف إطلاق النار في غزة لستة أسابيع، ومضيفا أن الاقتراح سيخرج الرهائن الأكثر ضعفا لدى حماس. وأكد كيربي للحدث أن الفجوة حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة يمكن سدها عبر النقاش. وحول الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل، قال كيربي أن واشنطن لا تريد رؤية هجوم من إيران على إسرائيل، وأنها تواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لتهدئة التوترات، لكنه أكد أن بلاده ستبقى مستعدة للدفاع بقوة عن إسرائيل. فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي تأكيده على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر، ومشيرا إلى إسرائيل أن إسرائيل لديها الجهوزية للدفاع والهجوم على حد سواء، داعيا سكان إسرائيل إلى التحلي بالصبر. אנחנו ממשיכים קדימה לניצחון. אני יודע שאזרחי ישראל נמצאים בדריכות. אני מבקש מכם דבר אחד, לשמור על אורך רוח וקור רוח. אנחנו ערוכים הן להגנה ואין לה התקפה. אנחנו מכים באויבינו ונחושים גם להגן על עצמנו. في الوقت ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أبلغ خلال اتصال هاتفي نظيره الإيراني بضرورة وقف دائرة الانتقام وبذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد لن يكون في مصلحة أي طرف. كما دعا ماكرون أيضا إيران للضغط على الميليشيات التابعة لها لمنع تفاقم الوضع وتجنب اندلاع الحرب. فيما قال القائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كني أن رد إيران سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب، باقري أكد أن بلاده ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، ومشيرا إلى أن طهران بذلت كل ما في وسعها لتجنب المواجهة في المنطقة. فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مبادئ تفادي الحرب أساسية لإيران، وطالب الدول الغربية التوقف عن دعم إسرائيل إذا أرادت منع انتشار الحرب والفوضى في المنطقة، مؤكدا أن إيران لن تسكت على الاعتداء على مصالحها وأمنها وتتحرك وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية. ما الذي يحدث في واشنطن وأيضا باريس؟ معي من واشنطن مراسلنا بيير غانم. بيير أهلا بك. ومن باريس مدير مكتبنا في فرنسا حسين فياض قنيبر. حسين أهلا بك. أبدأ من واشنطن، تصريحات جون كيربي، وبالتالي هو يصدق أو يقول نصدق ما تقوم به أن إيران سترد بشكل أو بآخر، لكن في أي إطار جاء هذا التصريحات بيير؟ كان كيربي يتحدث إلى الصحفيين بالهاتف صباح هذا اليوم، نعم، وكان يريد أن يقول أن التهديدات الإيرانية يجب أن نأخذها بمحمل الجد وتكون هناك ترتيبات أمنية على الأرض موجودة لصد أي هجمات إيرانية.
في الوقت ذاته يريد الأمريكيون أنهم أخذوا إجراءات واضحة لحماية إسرائيل، لمنع إيران من صد هذا الهجوم، وأنهم يقومون بعمل دبلوماسي كثيف أيضا لمنع أي هجمات. حسين، تصريحات مكالمة هاتفية مهمة ما بين الرئيس الفرنسي ماكرون ومسعود بازشكيان الرئيس الإيراني، الإليزي أصدر شيء عن هذه المكالمة الهاتفية؟ تماما، بيان الإليزي حول هذه المكالمة صدر قبل دقائق من الآن. بالمناسبة، هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الإيراني والفرنسي هو الثاني منذ الاثنين من الأسبوع الماضي. جاء في البيان الرئاسي الفرنسي بعد اتصال اليوم أن ماكرون دعا نظيره الإيراني إلى أن تقوم طهران بالضغط على كل المجموعات المزعزعة للاستقرار التي تدعمها في المنطقة، كي تمارس هذه الأطراف المزعزعة للاستقرار، كما سماها البيان، كل درجات بل أقصى درجات ضبط النفس تجنبا لاشتعال كبير. أعرب الرئيس الفرنسي أيضا عن قلقه الكبير جدا إزاء مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة، ويجب القيام بكل ما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال إقليمي لن يكون في مصلحة أحد بمن فيهم إيران، وسيضر هذا الاشتعال الإقليمي بالاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. أضاف البيان الرئاسي الفرنسي بعد اتصال ماكرون بنظيره الإيراني أنه كان يجب الخروج من منطق الانتقام والحفاظ على السكان المدنيين. أكد البيان أخيرا أن فرنسا تقوم بتمرير رسائل مماثلة إلى كل الأطراف التي تجري اتصالات معها في المنطقة، وتشدد في اتصالاتها على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وضرورة تجنيب لبنان خصوصا مخاطر التصعيد العسكري، المقصود هنا التصعيد الإسرائيلي، دون الإشارة إلى إسرائيل في بيان الإليزي، لكن الواضح أنها هي التي كانت مقصودة بالرسائل التي تمررها فرنسا إليها. إشارة أخيرة محمود، لأن هذا الاتصال يأتي بعد يومين على اتصال قام به ماكرون بكل من ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، وأيضا يوم الأحد الماضي أجرى ماكرون اتصالا بملك الأردن، والسبت الماضي أيضا أجرى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اتصالا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي كان هناك اتصال بين ماكرون ونظيره الإيراني قبل الاتصال الذي جرى اليوم، ويوم الأحد ما قبل الماضي اتصل الرئيس الفرنسي أيضا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، كل ذلك في إطار الاتصالات الإقليمية والدولية لفرنسا بهدف خفض التصعيد الإقليمي. محمود بير، نحن أمام موقف تصريحين التبس علينا الأمر، وأنا أسألك عن التصريحين. جون كيربي يعني كنا قبل قليل يتحدث على أنه لم يتم قبول صفقة التبادل بين حماس وبين إسرائيل، قبل قليل كنا نقدم خبر للمشاهد الكريم تصريح لوزير الخارجية الأمريكي يقول الصفقة على وشك الانتهاء والتوقيع، تصريحين لمسؤولين كبيرين في أمريكا متناقضان. يجب أن نفهم أن هناك الكثير من التفاصيل في الاتفاق المفصل بين الطرفين، أي إسرائيل وحماس، وقد عمل الأمريكيون على ذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية. كان الأمريكيون يقولون أن هناك فجوة، وهذه الفجوة هي فجوة قصيرة ومن الممكن ردم الهوة، ولكن لم يصلوا إلى رنم هذه الهوة الأخيرة. يجب أن نفهم تصريح كيربي وتصريح بلينكن على أن هناك بعض التفاصيل القليلة التي لو وافقت عليها حماس وإسرائيل فمن الممكن أن يتم إنجاز هذا الموضوع، ليس أن يعاد النظر في كل المسألة إنما في بعض التفاصيل القليلة. ما الذي تغير بعد السنوار؟ يعني الأمريكيون يقولون أصبحوا أكثر تشددا بعد أن السنوار هو تولى يعني قيادة حماس. ليس من الواضح أن هناك شيئا تغير، هناك انطباعا اختلف، هناك نوع من صدمة. كانت هناك صدمة أن حركة حماس انتقد أن يكون السنوار هو الزعيم الذي يحل محل إسماعيل هنيه. النظرة الأخرى تقول الآن أنه بدل ما أن تكون هناك ازدواجية بين العمل السياسي الخارجي بقيادة هنيه والعمل العسكري الداخلي بقيادة السنوار، هناك طرف واحد يتحدث باسم حماس وهو السنوار، وبالتالي من الممكن أن يكون من الأسهل التعاطي مع طرف واحد
بدلا من التحدث إلى طرفين. حسين، هل اتضح ما فحوى وجدوى وتفاصيل هذه المساعي والخطة الفرنسية؟ واضح في حراك فرنسي نشط الحقيقة، لكن لا نعرف ما تلك الخطة، وإذا كانت هناك تحديات يمكن أن تكون وضعت أمام هذه الخطة الفرنسية تحول دون أن تكون مكشوفة لدينا. نعم، في الواقع هذه الخطة الفرنسية كانت قدمت إلى الطرفين المعنيين اللبناني والإسرائيلي لخفض التصعيد عند الخط الأزرق بين البلدين، كانت قدمت لهما قبل أشهر، ثم جرت تعديلات لاحقة عليها، وهي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول، وقف الأعمال العدائية بين البلدين فورا وفق نص الخطة. ثانيا، العمل على التزام كل طرف بما هو معني فيه ضمن القرار الدولي 1701، بمعنى أن تلتزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها جوا وبرا للسيادة اللبنانية، وأن يقوم حزب الله بسحب عناصره بواقع 10 كيلومترات شمالي المنطقة الحدودية. لكن الحزب رأى أنه لا يمكنه أن ينسحب من هناك لأن عناصره هم أبناء القرى الحدودية، فاستبدلت فرنسا هذا البند ببند يدعو الحزب إلى سحب معظم قطاعه العسكرية من هناك. هنا رفضت إسرائيل الالتزام بالشق المتعلق بها من القرار 1701، وكان يفترض أن يقترن هذا البند بعودة النازحين من شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان إلى قراهم ومنازلهم. والبند الثالث، المحور الثالث، كان يقضي بانتشار ما بين 10,000 و 15,000 جندي لبناني عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، مدعومين بقوات إضافية من قوات حفظ السلام الدولية. وكانت فرنسا مستعدة لعقد مؤتمر دولي يخصص لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من الحصول على الوسائل المالية والعسكرية واللوجستية للقيام بمهامه، لكن الخلافات بين إسرائيل وحزب الله أدت إلى تعقيد تطبيق هذه الخطة الفرنسية. محمود، طيب اسمح لي حسين بير، سنعرض بعض المشاهد لاعتراض مسيرات فوق صفد. اعتراض بعض المسيرات فوق صفد، هذه صور وهذا فيديو الحقيقة يظهر لنا كيفية وطريقة الاعتراض لهذه المسيرات. إذن اعتراض. إذن رشقة صاروخية من حزب الله كانت على الجليل الأعلى، وفي رد من إسرائيل على، طبعا حصل ردود إسرائيلية على هذا الأمر. إذن مسيرات فوق صفد واعتراض لهذه المسيرات. طب بير، يعني إلى أي حد قوبل هذا الأمر؟ يعني نحن نتحدث عن البعض لا أدري ما الذي يقال في الداخل الأمريكي، أرجو أن توضح للمشاهد الكريم هذه النقطة في فكرة الفصل والوصل. يعني هل إذا وصلنا لاتفاق في داخل غزة يمكن أن يفضي إلى تفويت الفرصة على الضرب؟ وما الجديد حول إرسال المسيرات؟ نتكلم على F-22 وصلت إلى المنطقة، وماذا أيضا؟ يعني نبدأ أولا بالموضوع العسكري. وجود قوات كبيرة للأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط هدفه هو أولا الردع، القول لإيران أن أي هجوم من قبلها ومن قبل حزب الله على إسرائيل سوف يتم إفشاله، كما فشل الهجوم في 13 أبريل الماضي. وبالتالي وهذا ما يفترضه الأمريكيون، لو حسب الإيرانيون حساباتهم جميعها لا قالوا عمليا أن لا سبب ولا نتيجة لأي تصعيد، لذلك ربما يرتدعون عن ذلك. هذا هو الحساب الأمريكي. الحساب الآخر الذي ننظر إليه، خصوصا أن الأمريكيين يكررون الكلام على وقف إطلاق النار في غزة، باتوا يشعرون خلال 48 ساعة الماضية، وربما هذا يعود إلى الاتصالات المكثفة مع الإيرانيين، أنه لو بالفعل تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فإن هذه الأزمة سوف تتراجع بسرعة، وربما لا يكون هناك أي سبب لأي تصعيد من أي نوع، بما في ذلك الرد من حزب الله والرد من إيران. لماذا نقول هذا الكلام بالذات؟ هو لأن الأمريكيين ما زالوا يعتبرون
أن وقف إطلاق النار في غزة هو الأساس، المشكلة في غزة هي الأساس، والحل ربما يبدأ من غزة. هل المكالمة الهاتفية اللي تمت كان فيها توتر؟ اليوم بعض الصحف الأمريكية تقول كانت مكالمة متوترة بين نتنياهو وبايدن التي تمت منذ أيام. بدون شك أن كل المعلومات المتواترة حول هذا الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو تشير إلى أنه كان هناك نوع من الحدة، وأشرح ذلك على الشكل التالي. كل مرة يعمل الرئيس الأمريكي على الوصول إلى تهدئة، إلى منع التصعيد، إلى خفض التصعيد، إلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار، يكتشف أن هناك مشكلة يخلقها له بنيامين نتنياهو. ما فعله نتنياهو خلال الرد على قضية مجد الشمس بقتل فؤاد شكر أولا ثم بقتل إسماعيل هنيه في طهران كانت كلها مفاجآت كبيرة للرئيس الأمريكي، وهو يشعر دائما أن نتنياهو يأتي بتصرف يخرب على الرئيس الأمريكي كل مساعي. لذلك عندما حصل هذا الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن، نعم، أكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل، ولكن يريد من نتنياهو أن يتوقف عن ما يفعله. حسين، هل أعلن عن أي زيارات لمسؤولين أو دبلوماسيين فرنسيين إلى المنطقة قريبا؟ ليس بعد، ولكن طالما أنك تسأل عن المنطقة، صدر بعد ظهر اليوم عن الناطق باسم الخارجية الفرنسية بيان يستنكر بشدة ما قاله وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش من أن ترك 2 مليون مدني في غزة يموتون جوعا قد يكون أمرا مبررا وأخلاقيا للإفراج عن الرهائن الموجودين لدى حماس. ردت الخارجية الفرنسية بالقول أن ترك 2 مليون مدني يعيشون في حالة طوارئ مطلقة في منطقة يحاصرها الإسرائيليون ويسيطرون على كل نقاط الوصول إليها أمر غير مقبول، إن إسرائيل مدعوة بموجب الواجب الذي يفرضه عليها القانون الإنساني الدولي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمحتاجين إليها، وهذا ما دعتها إليه محكمة العدل الدولية كما قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية ردا على دعوة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى ترك 2 مليون مدني في غزة يموتون جوعا، واعتبر أن ذلك أمر مبرر وأخلاقي للإفراج عن الرهائن، وهو ما استنكرته فرنسا بلهجة حادة جدا. محمود، شكرك حسين قنيبر مدير مكتبنا في باريس، وبيير غانم مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لكم. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن زعيم حزب الله حسن نصر الله يجر لبنان إلى دفع أثمان باهظة، وأضاف ردا على خطاب نصر الله إن مسؤول الحزب لا يفكرون فيما يمكن أن يحدث، مؤكدا أن المعركة تؤدي إلى اندلاع حرب حقيقية. هذا وقال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي أنه لا ينبغي أن يكون لدى إسرائيل أي أمل في مستقبلها، وأعلن أن اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم. وأشار قائد الجيش الإيراني إلى أن اختيار السنوار خلف لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها. نقل موقع بوكا الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار قولهم إن اختيار السنوار خلفا لهنية سيسرع من عملية الوصول، وكان نتنياهو قد وصف السنوار بأنه رجل ميت يمشي عقب أحداث 7 أكتوبر، في إشارة إلى أن اغتياله هي مسألة وقت. في المقابل طرح مراقبون فلسطينيون تساؤلات حول سبل التواصل مع السنوار الملقب برجل الأنفاق، ومرجحين أن السنوار لن يظهر للعلن كما كان الحال بالنسبة لهنية، بل سيظل مختبئا في الأنفاق، وهو ما سيلقي بظلاله على سير المفاوضات حسب قولهم. إذن نوضح للمشاهد هذه الصور، سقوط صواريخ في الجليل الأعلى، صواريخ قادمة من جنوب لبنان في الجليل الأعلى. قبل قليل كنا نعلن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى، وصلت هذه الصواريخ من حزب الله إلى الجليل الأعلى، وهذا الفيديو يوضح لكم هذا المشهد.
إذن كما يقول البعض، المعركة بين إيران وبين أمريكا كما يقول البعض. ناقش الأمر من واشنطن دكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور إدموند أهلا بيك. من لندن معنا رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية دكتور علي نوري زادة. دكتور علي نوري زادة أهلا بيك. دكتور علي، سأبدأ معك من قراءة الموقف في طهران. من بيده يحدد إذا كانت هذه الضربة خاطفة أو هذا الرد الإيراني على إسرائيل خاطف وسريع، يعني ساعات وتنتهي، أم أنها ضربة مستمرة أو حرب مستمرة؟ المرشد حسب تصريحاته ولا الحرس الثوري؟ من يحدد في هذه المسألة؟ أو ما الذي ظهر يمكن أن يقول أنه حدد في السر وغير معلن لنا حتى الآن؟ تحياتي أستاذ ورواري، وتحياتي الأستاذ بومبي واشنطن. دعني أولا أقول بأن اختيار السيد سنوار رئيسا لحماس لم يتم من قبل حماس، بل فرض عليهم من قبل طهران. آية الله خامنئي ما كنت أتصور يعارض السيد خالد مشعل بهذا الدرجة. يعني فوجئت أمس الأول لما علمت بأن آية الله خامنئي قد أكد لممثل حركة حماس بأن إيران لن تتواصل دعم حماس إن كان خيارهم خالد مشعل. هذا أول شيء. فيما يتعلق لا قبل ما يتعلق، أنت تقول كلام يجعلني لا مش مهم السؤال، المهم ما قلته شديد الأهمية، لأنه في كتابات كانت تقول في فرق ما بين حماس الإخوان وحماس إيران. يعني خالد مشعل يميل إلى جناح الإخوان في حماس، وهنية والسنوار يميل إلى جناح إيران، وكان في صراع بين جناح الإخوان وجناح إيران. أنت تؤكد هذا الكلام، أن المرشد كان ضد خالد مشعل وهو الذي أدى إلى اختيار السنوار. هذا كلام مهم جدا. تفضل دكتور علي، نؤكد هذه المسألة. قبل أسبوع أنا كتبت بأن إيران لا ترغب في أن يتولى السيد خالد مشعل زمام الأمور بحماس، وكنت واثقا من يعني معلومة عندي كانت من مستر موثوق به. وأمس الأول علمت بأن تعليمات صدرت مباشرة إلى قيادة حماس، من منهم كانوا ببيروت أو بدوها، بأن إيران لن تعترف بخالد مشعل زعيما لحماس. هكذا حماس اختارت سنية لإرضاء ولي الفقيه وأيضا لاستمرارية المساعدات لحماس. السيد خالد مشعل سبق أن أثبت بمواقفه المستقلة بحنكته بدرايته وأيضا بوقوفه إلى جانب الشعب السوري، هو أظهر استقلاليته. وتبين للجميع بأن خالد مشعل ليس عميلا ولا يتبع أحدا، لا في طهران لا في دمشق ولا في دوحة. فهكذا أنا أعتقد بأن عدم انتخابه واختياره كان خطأ فادعا، فسوف يدفع حماس ثمنا غاليا لهذا الاختيار. إذن جناح إيران في حماس هو الذي يحكم الآن. هذا كلام خطير ويستوجب كتابات كثيرة. دكتور إدموند، هنا سؤال، أنا أؤجل سؤالي لما أنسى للدكتور علي، سأعود إليه مرة أخرى. ولكن دكتور إدموند، كيف يمكن أن نفهم مزيد من فهم الموقف الأمريكي في المنطقة؟ القوات الموجودة جاءت لحماية القواعد الأمريكية في المنطقة ولا جاءت لتكون جزء من معركة إسرائيلية ضد إيران؟ فعلا هذا سؤال يثير الكثير، هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. الاعتقاد السائد هو أن هذه هي أولا أنه إذا هجمت القواعد الأمريكية في المنطقة، وأود تحياتي لك وللدكتور علي. دكتور إدموند. ولكن في أولا حماية القواعد الأمريكية هي مسألة مهمة، ويبدو أن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية إلى قاعدتها في سوريا، وفي نفس الوقت أيضا أنها تريد أن تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما يقول المسؤولون الأمريكيون عندما يأتي الهجوم المتوقع من إيران أو من إيران وشركائها في المنطقة. وبالتالي فإن هذا هو الهدف الرئيسي، الإدارة غير مرتاحة لهذا. لكن أنا طرحت سؤال دكتور إدموند للمقارنة ما بين تصريحات الأمريكيين وأفعالهم. يعني تصريحاتهم تقول نحن نريد تهدئة الوضع في المنطقة،
وهذه الذي نرسله من أسلحة وبوارج حربية من أجل التهدئة. من أجل التهدئة كيف؟ يعني تفهم هكذا أنه من أجل التهدئة جئنا لحماية قواعدنا في المنطقة وليس لأن نكون طرف أو جزء من المعركة. تصريح مشكوك فيه من شعوب المنطقة أصلا، يعني حتى مشكوك فيه كثيرا هنا في الولايات المتحدة، لأنه مليء بالتناقضات. هذا كلام متناقض، من ناحية تقول الإدارة أنها تريد التهدئة، تريد وقف إطلاق النار في غزة، ولكن في نفس الوقت الإدارة تستمر في تقديم الدعم لإسرائيل، في تقديم حمايتها سياسيا ودبلوماسيا، ومؤخرا حتى بعض الأسلحة التي كانت قد تم تجميدها تم إرسالها، وخاصة بما في ذلك قنابل من وزن 500 باوند. لم يرسلوا هذه المرة القنابل من 2000 باوند، ولكنهم أرسلوا 500 باوند. وبالتالي فإن هذا يظهر بأن الإدارة فعلا لها مواقف متناقضة، فهي تقول أنها تريد التهدئة ولكنها لا تفعل ذلك، لا تقول لإسرائيل ولا تطالب بها، تطالبها علنا أن تقوم بعمليات تهدئة عندما تقوم بعمليات اغتيال في الدول ولقادة قادة سياسيين وعسكريين لأطراف معادية لإسرائيل. ولذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها في وضع صعب، الرئيس بايدن وغير مرتاح للمواقف الإسرائيلية، ولكنه يبدو أنه إما غير قادر كما كنا دائما نقول أو غير راغب في اتخاذ الخطوات الضرورية للضغط على إسرائيل. دكتور علي، أقلب السؤال الماضي الذي سألته لك السابق، وهو يتعلق بمسألة ماذا لو أن المرشد يريد أن يهدئ، لأن الضغوط شديدة على إيران، وفي نفس الوقت الحرس الثوري يريد أن يثأر. لكن أستاذ محمود، السيد خامنئي بعد أكثر من 40 عاما هو يعرف الظروف، يعرف مدى استعداد إسرائيل لتدمير البنية الأساسية لإيران، فهو يعرف جيدا بأن القوة التي قادرة على ضرب إسماعيل حنية هو قادر أيضا على ضرب المرشد وغير المرشد. ورأينا في تشييج عثمان السيد إسماعيل حنية كيف كان آيت الله خامنئي ينظر إلى السماء بقلق بالغ، بقلق جدا بالغ، وهذا محل تفسير وتحليل عدة مفسرين في جميع المواقع الاجتماعية. إيران لا تريد مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وما تم اليوم كان اختبارا من قبل حزب الله حتى يرى ماذا سيكون رد إسرائيل، لأنه للبنان وضع خاص، هناك فرنسا، هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة، هناك بريطانيا، لا يريدون استهداف لبنان. شعب لبنان مسكين، شعب مختل من قبل حزب الله، فلا يمكن ضرب شعب مختل بسبب جرائم مجموعة داخل هذا الشعب التي لديها مسيرات وصواريخ أعلى وأكثر من جيش لبنان. فهكذا للبنان وعسخات، فلذا حزب الله قام بهذا الاختبار حتى يرى ماذا سيكون رد إسرائيل. إن كان رد إسرائيل فقط كس صوت بواسطة طائراتها، حزب الله سيواصل استهداف أماكن أخرى، ولكن إذا قامت إسرائيل بموقف متشدد، باتخاذ موقف متشدد، فعندي لا شك بأن حزب الله سيتوقف ويطالب تهران بأن يرد مباشرة بدلا من أن يعرض شعب اللبناني للدمار. طيب دكتور إدموند، في إبريل الماضي لما حصل أن الإسرائيليين استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا، حصل تواصل غير مباشر ما بين الأمريكيين والإيرانيين بوساطة عمانية، وده أعلن وذكر في وقتها. هذه المرة لم يحدث ذلك، وبالتالي ممكن يفسر تفسيرات كثيرة جدا. لا أدري وجهة نظرك في هذا الانقطاع، رغم أنه الأزمة أشد وأكثر شراسة ومرشحة أكثر لأن تكون يعني أزمة كبيرة في المنطقة. فعلا هذه نقطة مهمة، وذلك لأنه كان هناك ولا يزال برأيي هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة وإيران
في عدم التصعيد في المنطقة والدخول في مواجهة بين الاثنين، مواجهة مباشرة بين الجانبين. وكانت هناك كما ذكرت بعض وسائل الإعلام اتصالات يبدو، ولكن عبر أطراف أخرى، أي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل إلى إيران تطالبها فيها بعدم التصعيد، ولكن يبدو أن الرد الإيراني كان قاطعا، أن ما حدث كان انتهاك صارخ للسيادة الإيرانية وقتل ضيوف في إيران، طيب في إيران، وأن هذا يجبر إيران على الرد وأن إيران سترد، وبالتالي فأن رأينا هذا القرار. أيضا هناك نقطة أخرى، وهي أن الإدارة الأمريكية، ما التلميحات والتسريبات التي سمعناها هنا على الأقل، أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل على صد الهجمات التي قد تأتي من إيران، وليس أن تقوم هي بشن هجمات، ولكن عندما ترسل طائرات F-22 مثلا، وفي نفس الوقت نرى بأن هناك أنباء تتحدث عن إرسال مضادات لدفاعات جوية روسية لإيران، وأيضا صواريخ إسكندر، وهذه هي المرة الأولى إذا كانت هذه الأنباء دقيقة وصحيحة تم إرسالها، فأن هذا يبعث برسالة بأن هناك الوضع في المنطقة وفي العالم هو خطر جدا، وأن هناك استعداد من قبل كل الأطراف لكي تكون قادرة على الرد أو قادرة على شن الهجمات إذا تم ذلك. النقطة الأخرى التي نسمعها الآن، أنه كان هناك كلام اليوم قد يحدث شيء، ولكن هناك أنباء أخرى تقول ربما قد تحدث قبل نهاية هذا الأسبوع، أيضا يجب الانتظار، سمعنا يوم الاثنين وغير ذلك. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها، أن الإدارة أيضا تجد نفسها الآن تحت ضغط. لماذا؟ في الولايات المتحدة أظهر استطلاع أعده مجلس العلاقات الخارجية في شيكاغو، وهو من المجالس المتعلقة بالشؤون الخارجية المؤثرة، أن 56% من الأمريكيين لا يريدوا استخدام قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل. هذه أول مرة منذ يعني نرى هذا التغيير، وذلك أنه في آخر استطلاع أجري آخر استطلاع في 2021 53% من الأمريكيين كانوا يدعموا استخدام قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل. أشكرك دكتور إدموند غريب والدكتور علي نوري زادة، شكرا جزيلا لكما. إلى فاصل قصير، بعده نعود للشأن اليمني. أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين، ما فيش أكل يكفي كل النازحين، ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله، موقف الحرب يا علي. أوقفوها، تعبنا والله تعبنا. على
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت خلال 24 ساعة الماضية مسيرة حوثية وصاروخين مضادين للسفن إيرانية الصنع أطلق من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن تجاه البحر الأحمر. وأوضحت في بيان لها أن هذه الصواريخ والمسيرة مثلت تهديدا لقواتها والتحالف وسفن الشحن التجارية في المنطقة. وفي وقت لاحق من سماء الثلاثاء سمع دويا انفجارات عدة في مناطق مختلفة من محافظتي تعز ولحج القريبتين من باب المندب. وأفاد سكان محليون بأنهم سمعوا دوية انفجارات يعتقد أنها صواريخ حوثية أطلقت باتجاه البحر الأحمر. وبحسب المصادر فقد أثارت هذه الانفجارات هلعا في أوساط السكان بمناطق كثيرة وأيضا في جنوب محافظة تعز وفي منطقتي المقاطرة والباحة شمال محافظة لحج. وقالت المصادر أن الانفجارات كانت ناتجة عن إطلاق ميليشيات الحوثي نحو 3 صواريخ من مواقعها في مطار تعز ومرتفعات حيفان المطلة على باب المندب في جنوب المحافظة. هذا وأفادت مصادر قبلية عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات الحوثي ومسلحين قبليين في محافظة البيضة وسط اليمن. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت عقب مقتل شخصين من أبناء القبائل في نقطة تفتيش حوثية عند مدخل إحدى قرى القبيلة. فسارع مسلحون قبليون بمهاجمة نقطة التفتيش الحوثية وقتلوا 4 منهم. من عدن ينضم لنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. سعادة العميد أهلا بك. ما الذي تغير يعني جعل الأمريكيون يسقطون صاروخين ومسيرة حوثية في هذا التوقيت رغم أنه كانوا يمروا أحيانا يعني؟ نعم، الواقع الجديد هو أن القوات الأمريكية في حالة استعداد قتالي كامل لعمليات الصد في اتجاه أي هجوم للأراضي المحتلة الفلسطينية. وبالتالي كل عملية هجومية سيتم التعامل معها على أنها إعلان بدء هجوم مشترك. الجماعة الحوثية يدركون جيدا بأنها صدرت الأوامر إليها لأن تكون طرف رئيسي في هذه المعادلة، وبالتالي التعامل معها مشترك. ولكن السؤال هنا، لماذا الهجوم في اتجاه جنوب البحر الأحمر وقد تكون الهجمات القادمة التي تسبق عملية الهجوم المشترك في اتجاه البحر العربي لمحاولة سحب القوات الأمريكية التي يفترض أن تتمركز طبيعيا في شمال البحر الأحمر للقيام بمهامها في عملية الصد للهجمات التي ستتجه إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية؟ ولكن في هذا الإطار سيكون دور الميليشيا الحوثية في محاولة تشتيت القدرات الصد عن هذه الجغرافيا، سيكون لديها أيضا مهمة أخرى بالإمكان أن تكون مهاجمة القطع البحرية الأمريكية، وهذا ما لن تقوم به إيران إن قامت بالهجوم، لأنها لن تتعرض لأي مصالح أمريكية أو قواعد أمريكية، وسيكون الدور هذا على الفصائل العراقية والفصائل الحوثية فقط. حتى حزب الله ليس معني بتوجيه هجمات لأي قطع بحرية موجودة في البحر الأبيض المتوسط. هذه هي طبيعة المهام. عميد ياسر اسمح لي، لأنه وأنت تتحدث معي الحوثيون يصرحون، الحوثيون يقولون أنهم استهدفوا مدمرتين أمريكيتين جهة شمال البحر الأحمر وليس جنوبه، يعني هذه عواجل وهذا تصريح نناقشه أيضا. ويقولون أنهم استهدفوا السفينة. إذن هذا هو بدء هذا هو بدء الهجوم. كونت شيب أونو. هذه هي الدلالات الأولى لبدء الهجوم المشترك. يعني هذا تعليقا على ما كنا نتحدث عنه. هذا ما توقعته. تفضل سعادة الأمين. نعم، ما توقعته وها أنت تشاهده أمام عينيك. ربما قد تذهب بعيدا في محاولة عملية التصعيد، لأن الميليشيا ميليشيا الحوثي وحزب الله سيكون لهم دور مشترك إضافي بعد عملية الهجوم. أي بمعنى، سنشاهد الحوثي سيصعد من عملية الاستهداف في البحري الأحمر والبحر العربي أيضا بعد انتهاء العملية الهجومية التي سيقوم بها الحرس الثوري. سيكون هنالك عملية تزامن ما بين عملية الهجمات من إيران وما بين المحور، أي بمعنى
هنالك فوارق زمنية ما بين الطيران المسير والصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية التي ستنطلق من إيران، وبالتالي هذا التزمين يجب أن يتوافق مع عملية الإطلاق من الأراضي اليمنية أو الأراضي اللبنانية أو الأراضي العراقية والسورية، ليحدث اختراق في المنظومة الصاروخية الدفاعية لإسرائيل، وبالتالي هنا سنشاهد عمليات كأمواج، عمليات متتالية لعمليات الاستهداف وعملية إطلاق الطيران المسير والصواريخ بشكل متزامن، ستبدأ من المناطق البعيدة بالتزامن مع مناطق قريبة، ثم سيبدأ الأسلحة الأكثر تأثيرا والأسرع أيضا بالتزامن مع إطلاق رشقات من لبنان ومن اتجاه الفصائل العراقية أو السورية. هذا ما يظن، ولكن إذا ما أخذ التصعيد منحى أبعد من ذلك، قد توكل للجماعة الحوثية باستهداف القاعدة الإسرائيلية في إرتيريا في جزيرة دهلك تحديدا، خصوصا إذا ما اتخذت إسرائيل قرار عملية الهجمة الاستباقية، لأن يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يدرك ذلك جيدا، ولذلك هذه المرة شاهدنا بعكس هجمات إبريل بأن التصريحات تقول بأنه تم نشر دفاعات جوية في غرب إيران، أي بمعنى اتجاه الهجوم المحتمل من الطيران الإسرائيلي لمواجهة أي عملية هجومية. وأتصور بأن السيناريو الإسرائيلي يأخذ في التصعيد، لأنه يريد أن يدافع ويهاجم في ذات الوقت، بمجرد امتصاص الصدمة وتدمير العملية الهجومية التي ستحدث، سيكون له عملية هجمات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي ستنفرد في الجغرافيا الإيرانية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية قد توجه ضربات لمصادر النيران القادمة من العراق أو من اليمن، ولن تضرب في لبنان. يا سعادة العميد، أنت أشرت لنقطة مهمة، وهي سيناريو كان غائب عن أذهاننا الحقيقة. أنت قلت أن هناك قاعدة إسرائيلية في إريتريا، وبالتالي قد يلجأ إلى الحوثيون، يلجؤون إلى ضرب هذه القاعدة الإسرائيلية الموجودة في إريتريا. هل تأكد فعلا وجود قاعدة إسرائيلية في إريتريا؟ لا، هي موجودة منذ فترة طويلة، وهو مستأجرة إسرائيليا، ولكن الميليشيا الحوثية لا تهاجمها، لأنها تدرك أن مهاجمة هذه القاعدة هو اشتراك في الحرب المباشرة، وبالتالي سيكون لها تبعات. ولكن أنا هذا السيناريو مطروح في حالة إذا قررت إسرائيل أن يكون لها رد هجومي مباشر على العمليات الهجومية من إيران، أي بمعنى إذا السقف الإيراني زاد كثيرا مع محوره عن ما كان في إبريل الماضي، أتصور بأنه سيمضي في هذا الاتجاه لضرب منشآت حيوية داخل إسرائيل، داخل إيران، ومراكز ثقل استراتيجية. وبالتالي إذا ما وصلنا إلى هذا السيناريو، فقد يوكل إلى الميليشيا الحوثية تنفيذ مثل هكذا هجمات للتأثير على إحدى القواعد المهمة لإسرائيل في البحر الأحمر. أشكرك العميد ياسر صالح، شكرا جزيلا سعادة العميد. لقي 45 يمني مصرعهم جراء السيول التي اتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن في محافظتي الحديدة وحجة، وسط أنباء عن وفيات ومفقودين وأضرار مادية كبيرة. وأفاد سكان محليون أن الأمطار الغزيرة هطلت لساعات طويلة وتسببت في جرف مئات المنازل والخيام في مخيمات النازحين. ووصف السكان الوضع بالمأساوي في بعض مناطق، حيث جرفت السيول قرية كاملة في مديرية القناوس شمال الحديدة، وأخرى في مديرية أفلح الشام بحجة، كما شملت الأضرار مناطق المراوعة والمنصورية وحيس والخوخة في محافظة الحديدة. ودعت السلطات المحلية إلى سرعة إغاثة المتضررين وتقديم المساعدات الغذائية والمأوى لهم، لا سيما سكان المخيمات. جمال المشرعي مدير الوحدة التنفيذية أكد أن السيول ألحقت أضرار بالغة في مخيمات ومساكن النازحين وممتلكاتهم. انتبه انتبه، الله يغفر.
الله، لا إله إلا الله يا رب الغفران، يا رحمنا يا رب، لا إله إلا الله. شوف الغنم، شوف سبحان الله، من أفضل وخيرة الغنم عندي، والباقي ما زالت تحت الأنقاض تحت. من مأرب أستاذ عبدو مساوى، مسؤول الوحدة التنفيذية للنازحين في حجة. أستاذ عبدو أهلا بك، لو تضعنا في صورة هذه الأضرار التي نتجت عن هذا الكم من السيول. يعني بداية حياكم الله. حياتي. نرحب بكم ونشكر قناة الحدث على تسليطها للضوء على هذه الأضرار التي لحقت بهذه المحافظات، وأيضا على تسليطها للضوء على الأضرار التي لحقت بالمديريات المحررة من محافظة حجة، وهي مديريات حيران وحرض وميدي وعبس. أخي الكريم، بداية ورد في تقريركم ذكر عدة مديريات، وكذلك هذه المديريات التي ذكرت هي من محافظة الحديدة، لكنها لم يتم ذكر المديريات المحررة من محافظة حجة التي لحقت بها الأضرار. هذه الأضرار لحقت في محافظة حجة بعدد كبير جدا. لو تذكر لنا المديريات التي لم نذكرها، ومن المديريات المحررة أيضا اذكر لنا لم نذكره، لم يتم ذكر يعني هذا ما توفر لنا من معلومات. تفضل أستاذ. ولذلك أنا أضيف لكم الآن أن هناك مديريات حيران، مديريات حرض، مديريات ميدي، مديريات عبس. هذه المديريات لحقت بها أضرار كبيرة جدا نتيجة للأمطار التي سقطت على هذه المديريات من مساء الخميس الماضي، استمرت إلى مساء الجمعة، وتكررت هذه الأمطار أيضا في مساء يوم أمس الثلاثاء. هناك أضرار كبيرة جدا لحقت بهذه المديريات. من هذه الأضرار تضرر 3571 أسرة إلى الآن. هذه الأسر فقدت مأواها، هذه الأسر فقدت المواد الإيوائية، هذه الأسر أيضا فقدت المواد الغذائية، وفقدت كثير من الممتلكات الخاصة، إضافة إلى تضرر كثير من الممتلكات العامة. الكارثة الأكبر أخي الكريم أيضا على أن هناك الآن في هذه المديريات السيول أخرجت الألغام إلى الوجود، فأصبحت هذه الألغام تعيق حركة الناس. أصبح الطالب عندما يذهب إلى المدرسة يخشى في أي نقطة أو في أي مكان معين سينفجر فيه اللغم. المزارع يخشى من الذهاب إلى مزرعته بأنه قد يفاجأ بأن اللغم ينفجر به من داخل المزرعة. فهنالك كارثة حالية وكارثة مستقبلية. نأمل ومن خلال هذه النافذة ومن خلالكم أستاذ محمود ومن خلال قناة الحدث نناشد الإخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإخوة في برنامج مسام، إلى سرعة التدخل في هذه المديريات لنزع هذه الألغام التي تعتبر كارثة حالية ومستقبلية. نعم. طيب أنت أشرت إلى الضرر، لكن كيفية المواجهة والتعامل مع هذا الضرر؟ يعني أكيد في قصور وعدم اكتمال الحاجيات التي يمكن أن يحتاجها الناس في هذا التوقيت. يعني طبعا نحن بداية مع بداية حصول الأمطار عملنا عملية تقييم للوضع، فوجدنا على أن الأمطار تزداد شدتها والرياح تزداد شدتها. نتيجة لهذا التقييم أصدرنا نداء استغاثة وجهناه لجميع المنظمات الأممية والمحلية والدولية، وجهناه أيضا للحكومة، وجهناه للجميع، ناشدناهم فيها إلى سرعة التدخل من أجل تخفيف آثار هذه الكارثة على الناس. عملنا عملية تقييم للاحتياجات، أصدرنا التقرير الأول والتقرير الثاني والتقرير الثالث. عملنا عملية تقييم للاحتياجات العاجلة، على رأس هذه الاحتياجات هي إيجاد تدخلات في قطاع المأوى، إيجاد تدخلات في قطاع المواد الغير غذائية وهي المواد الإيوائية، تدخلات أيضا عاجلة في قطاع الغذاء، تدخلات في قطاع المياه والإصحاح البيئي. نريد تدخلات في جميع القطاع، في جميع القطاعات، في قطاع الحماية، في قطاع التعليم وهكذا. نصدرنا هذا التقرير، عملنا هذه التقييمات، عملنا أيضا الاحتياجات العاجلة التي نحن نحتاجها، شاركناها مع الجميع،
شاركناها مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، شاركناها مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، شاركناها أيضا مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة والسلطات المركزية العليا الوزارات المعنية، منتظرين الاستجابة. نحن طبعا إلى الآن اليوم مر علينا أسبوع ولا يوجد استجابة إلى الآن. نعم، الحكومة أيضا يعني لو يعني قادرة أو تصل إلى هذه الأماكن أستاذ عبدو الشرعية؟ بالنسبة للحكومة عندما نتكلم عن قيادة السلطة المحلية، قيادة السلطة المحلية نحن وهيها في غرفة عمليات مشتركة المستمرون بالنداءات بالمشاركة. قيادة السلطة المحلية إمكاناتها أخي محمود محدودة. نعم. وبالتالي نحن نطالب ونناشد أيضا قيادة الدولة ممثلة بالوزارات المعنية، ممثلة بمؤسسة الرئاسة، ممثلة بمؤسسة الحكومة، وهي لا شك بالتنسيق مع إخواننا وأشقائنا وأحبابنا في المملكة العربية السعودية سيصلون. نعم. بإذن الله سبحانه وتعالى. بشكرك أستاذ عبدو مساوى مسؤول الوحدة التنفيذية للنازحين في حجة، كان يعلق على هذه الفيضانات وهذه الأضرار الكبيرة التي نتجت حتى الآن. وأيضا أذكر مرة أخرى ببعض العواجل التي ذكرها الحوثيون بأنه استهدفوا مدمرتين أمريكيتين في شمال البحر الأحمر، وأيضا يتحدثون عن أنهم استهدفوا إحدى السفن الموجودة في البحر الأحمر. وصلنا إلى ختام هاتين الساعتين، ربما تعرضنا فيهم لكل مناحي النقاش التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين صورة كاملة لهذا الموقف المتوتر في الشرق الأوسط. لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء.